انطلقت بطولة العالم للسكواش 2024 واللي بتستضيفها مصر بمجموع جوائز يصل إلى 565 ألف دولار للرجال وكمان زيهم للسيدات. بتشارك مصر في البطولة العالمية بفريق مكون من 40 لاعب ولاعبة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الأستاذ عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للسكواش الموجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بيك. طيب في البداية نتعرف من حضرتك على تفاصيل منافسات البطولة، الأعمار اللي بتشارك في المنافسات. هي البطولة للعمومي للرجال والسيدات، يعني مش مفيهاش أعمار، يعني كلهم كبار، يعني مفيش ناشئين، يعني بس في ولاد صغيرين شاركوا في البداية في التحضيرات بتاعة البطولة علشان يديهم فرص انهم يحسنوا الترتيب بتاعهم. البطولة هي يعني بتيجي في ختام الموسم الطويل اللي الولاد بيأدوه، يعني اللاعبين سواء المصريين او الاجانب. فهي السنة اللي فاتت في امريكا، السنة دي في مصر. البطولة مهمة جدا، جوائزها حوالي 600 ألف دولار. بيشترك فيها حوالي 180 لعيب من حوالي 18 دولة. جميل. المصريين فيهم فيها حوالي 40 لعيب او اكتر شويه. بتحدد المراكز بقى وبتحسن مراكز بالنسبه للعيبه عشان خاطر السنه الجايه يبتدوا الموسم بالمراكز الجديده اللي هم حصلوا عليها في البطولة. عارفين يا استاذ عاصم ان مصر ليها تاريخ مع السكواش، يعني احنا دايما عندنا كده انجازات رياضيه ولعبه السكواش مميزين فيها جدا. الفترة الأخيرة الحمد لله رب مصر يعني استضافت عدد كبير من البطولات العالمية. كلمنا عن سر اختيار مصر دايما لتنظيم هذه البطولات وتحديدا البطولة دي، بطولة العالم للسكواش، والمقومات اللي بتخلينا دايما يعني نكسب شرف استضافة مثل هذه البطولة. هو زي ما قلت، يعني مصر يعني زي ما تقول هب السكواش العالمي، يعني اللي عايز يجي يلعب سكواش بيجي يلعب في مصر. فالبطولات حتى البطوله دي بيختاروها مش بالتركيب، يعني هو يعني عارف الموقع المتميز بتاع مصر وانها في وسط العالم، فاللعيبه يعني لو قلت انها في استراليا هيضربوا مشاوير كبيره، ولو قلت حتى انها في امريكا التذاكر بقت غاليه. فمصر الحقيقه تمتع اولا بالجو الرائع، شايف الجو رائع، واحنا كمان مختارين كابتن كريم ده اللي هو المنظم بتاع البطوله، عامل النهائي في متحف الحضاره، مكان جميل جدا، وبتتلعب في احد المنتجعات في الشيخ زايد، الادوار التنفيذيه. فكل ده بيدي مصر الاولويه انهم يختاروها انها يعني تنظم البطوله دي. طبعا التنظيم زائد الملاعب الرائعه، كل دي مميزات، يعني الحقيقه بتحط مصر تمام على الاختيارات في البطولات الكبيره دي. هايل. طب يا فندم برضو لو تعرفنا على عدد الدول اللي بتنافس في البطوله، تقريبا عددها وصل لكام؟ مين ابرز الدول المشاركه في البطوله؟ عدد اللاعبين واللاعبات اللي هنستضيفهم حوالي قد ايه؟ الجاهزيه ازاي استعدين؟ لو تدينا تفاصيل اكتر يا فندم. احنا حوالي مستضيفين، هم اللعيبه بيجوا على حسابهم، بس هم تقريبا مجموعه 180 لاعب ولاعيبه بيلعبوا على يعني في الادوار، يعني لغايه ما يوصلوا الادوار النهائيه، من حوالي 18 دوله، منهم امريكا وانجلترا وماليزيا هونج كونج والصين، ويعني معظم دول العالم اللي هي 180 لاعب ولاعيبه. لو اكيد بيبقى متهيألي في كمان يعني فريق لكل لاعب ولا لا؟ لا ده لعبه فرديه. لا ما اقصدش فريق، اقصد مساعدين او حاجه، يعني بيكون معاهم يا 180 فرد فقط ولا بيكون في اشخاص تانية معاهم مرافقين ليهم؟ لا ممكن يكون عندهم المدربين بتوعهم، يكون معاهم الاطباء بتاعت الفيديو معاهم برضو، يعني الى حد ما بيبقى ليهم مرافقين، يعني واحد او اثنين لكل لاعب، يعني عشان المصاريف والحاجات دي، يعني ما اعتقدش
الفريق، هي مش بطولة فرق يعني، هي بطولة فردية بحتة يعني. بس يعني طبعا الجو حلو، اللعيبة مستمتعة جدا بالجو ومستمتعة بالمكان، وشايفين ان التنظيم يعني على اعلى مستوى. فالحمد لله يعني ربنا اولادنا برضو يفرحونا. اولادنا دايما في السكواش بيفرحونا، ودايما زي ما كنا بنتكلم مصر متميزه جدا في اللعبه دي على مستوى العالم. عايز اسال حضرتك استاذ عاصم، يعني بطوله العالم للسكواش اللي بتستضيفها مصر، ازاي ممكن تكون فرصه للدفع بوجوه جديده، اكتشاف وجوه جديده في عالم السكواش؟ احنا عندنا يعني ابطال في اللعبه دي، ازاي ممكن يعني ندعمهم، وازاي ممكن يكون ليهم فرصه للمشاركه في بطوله العالم للسكواش؟ ده اللي انا قلته لك في اول الحديث، انه البطولات دي يعني حتى القوانين بتاعتها والرولز بتاعتها بتضمن ان انت تشارك اللاعبين صغار اللاعبين في اول الادوار عشان يقدروا انهم يحصلوا على ارقام يعني يحسنوا بيها ترتيبهم. فبيبقى كل دوله يعني بتحاول انها تدفع بالصغارين بتوعها. احنا دفعنا في حوالي 4 أو 5 بنات وولاد، والحقيقه اللي قدر ان هو يتجاوز ده بتبقى بطوله قويه جدا. اللي قدر يتجاوز حوالي 2 أو 3 وبيقدروا يحسنوا السكور بتاعهم اللي هو يخليهم يعني يبقى ليهم ترتيب، بس طبعا ما بيقدروش يكملوا لان المستويات الفنيه صحيح بتبقى هم بيبقوا لسه صغيرين والمستويات الفنيه بتبقى مرتفعه جدا. فدي بتبقى فرصه بس انهم يشاركوا ويلعبوا الادوار التمهيديه، وبعدين بعد كده يشاركوا في بطولات ثانيه اكبر علشان خاطر او يعني بطولات ثانيه في اماكن ثانيه علشان ترتيبهم يبقى بنفس الطريقه يتحسن طول الوقت يعني. طيب يا فندم، يعني مصر مشاركه ب 40 لاعب ولاعبه، ازاي بيتم اختيار الابطال المنافسين المشاركين في البطوله؟ ايه المعايير اللي بيتم على اساسها اشتراطها في المشاركين؟ كمان ابرز او اهم او اصعب المنافسات اللي هتكون موجوده؟ لا هي دي بطوله مفتوحه. هي علشان جوائزها كبيره فهي ما بيقدرش كل لاعب يشارك فيها الا لما يكون وصل لمستوى معين. اختيار فيها منظمه اللاعبين المحترفين هي اللي بتختارهم. في قواعد يعني منظمه للاشتراك. بعد ما بيشتركوا ده بيخليهم انهم بيضمن لهم وجودهم في البطوله، يعني مش كل واحد بيقدر يشارك في بطوله العالم. استاذ عاصم، يعني هم مستوياتهم بس مثلا يقدروا السكور بتاعهم اداهم نتيجه انهم يشاركوا فبيشاركوا. طيب. انما فيما بعد بيبقى في ناس يعني لعيبه ثانيه لهم احقيه في انهم يشاركوا في بطولات اقل. جميل. ده نظام وكمان مصر على موعد مع يعني تنظيم بطوله سكواش للناشئين الفتره اللي جايه كمان. كل التوفيق طبعا لابطال السكواش في مصر، وبشكرك شكرا جزيلا استاذ عاصم خليفه رئيس الاتحاد المصري للسكواش.